صباح الخير عليك يا احمد وجمانة من جديد. الطقس النهارده لطيف، خلينا نعرف مع بعض التفاصيل. اتفضلي. الارصاد الجويه بتتوقع استقرار في الاحوال الجويه النهارده، والطقس هيكون معتدل بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري، مائل للبروده على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري، معتدل على السواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، مائل للدفء على شمال الصعيد ودافئ على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء، وهيكون في النهاردة نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية. قبل ما نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة، خلينا نروح للدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تشرح لنا أكتر الكلام اللي احنا قلناه وتقول لنا التفاصيل أكتر بكتير. صباح الخير عليك يا دكتورة، أهلا وسهلا بيكي. صباح الخير على حضرتك أستاذة منة، وصباح الخير كمان على كل السادة المشاهدين. أهلا بكيفك دكتورة منار. امبارح كنا قلقانين أن الجو النهاردة يكون برد جدا، لكن الأمور برضو طيبة إلى الآن. هو بالفعل احنا يمكن نوهنا من الأمس أن هيكون اليوم في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، يعني درجات الحرارة تنخفض عن الأمس بحوالي 7 لـ 8 درجات. احنا بالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية، متوقع اليوم تكون العظمى على القاهرة خلال فترة النهار تكون 20 درجة مئوية، فبانخفاض 8 درجات عن الأمس، لكن الأجواء ما زالت هتبقى أجواء شتوية معتدلة خلال فترة النهار. احنا طبعا بنتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وأيضا رياح شمالية غربية من على سطح البحر المتوسط هتعمل على اعتدال الأجواء خلال فترة النهار، خاصة في محافظات السواحل الشمالية الوجه البحري القاهرة الكبرى، هتكون دافية على المحافظات الجنوبية زي محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده طبعا خلال فترة النهار. لكن مع دخول فترة الليل الأجواء هتكون شديدة البرودة على كافة مناطق الجمهورية، خاصة ان احنا كمان اليوم في نشاط للرياح، سرعات الرياح هتكون ما بين 40 و50 كيلومتر في الساعة، فنشاط الرياح ده بيزود احساسنا اكتر بانخفاض درجات الحراره، يخلينا نحس قيم درجات حراره اقل من دايما اللي احنا بنسجلها. لكن بصفه عامه الاجواء خلال فتره النهار هي اجواء شتويه احنا متعودين عليها معتدله، بس احنا كنا بننوه مقارنه بالامس، لان بالامس كلنا استشعرنا ارتفاع الملحوظ في درجات الحراره. ايضا اليوم كمان في فرص لتكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على شمال البلاد، اي صاحبها طبعا فرص لسقوط الامطار، الامطار دي هتكون امطار خفيفه المتوسطه على مناطق من السواحل الشماليه، كل المحافظات المطله على البحر المتوسط، قد تمتد خفيفه لبعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري القاهره الكبرى، تبقى على فترات متقطعه لكن مفيش قلق منها تماما، غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. طبعا الاجواء دي والانخفاض ده هيستمر معانا كمان لغدا الجمعه باذن الله، لكن مش هيكون الحمد لله في نشاط للرياح او هيكون في سقوط امطار غدا، بس ما زالت درجات الحراره هتكون يعني ما بين الـ20 والـ21 على القاهره الكبرى، اجواء برضو شتويه. ده جو معتدل جدا بالنسبه للشتاء، يعني معقول جدا. بالظبط بالنسبه للشتاء وبالنسبه لانخفاضات درجات الحراره اللي احنا كنا بنشهدها في فصل الشتاء، يعني احنا قبل كده كنا بنسجل 12 و16 درجه مئويه، ف20 درجه مئويه دي اجواء معتدله جدا. بس هي التحذير هنا من يعني عدم تخفيف الملابس او الانخداع بفترات الاستقرار او سطوع اشعه الشمس او الطقس خلال فتره النهار، احنا مع ساعات الليل الطقس بيكون شديد البروده، فيعني نبقى دايما حذرين من ساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، ويعني عدم تخفيف الملابس على الاقل لانتهاء فصل الشتاء باذن الله. طيب الربيع امتى بقى يا دكتور؟ هو طبعا فصل الشتاء هينتهي 20 مارس ويبدا فصل الربيع 21 مارس، فاحنا الى الفتره دي وارد جدا يحصل فيها تقلبات جويه بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحراره، لان احنا كمان ابتداء من السبت القادم هتبدا تدريجيا درجات الحراره ترتفع، ويمكن يوم الاحد القادم هيبقى فيه كمان ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، فالى نهايه فصل الشتاء وبدايه فصل الربيع اللي هيبتدي 21 مارس وارد جدا يحصل تقلبات جويه، لان دي فتره انتقاليه بين التوزيعات الضغطيه بتختلف من فصل الشتاء لفصل الربيع، بين الرياح الجنوبيه اللي دايما بترفع درجات الحراره او الرياح الشماليه الغربيه اللي بتؤدي لانخفاض في درجات الحراره. أكيد نتمنى الخير والسلامة لكل الناس، ونتمنى استقرار أكتر في الأحوال الجوية. دكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك.